بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعدل على الأبعاد في برنامج الأوتوكاد بطريقة سهلة جدا. أنا عندي ريكتانجل وعاملة له الأبعاد بتاعته بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. أنا هاجي أدوس على البعد ده، بعمل عليه سيلكت، ظهر لي مربعات زرقاء زي ما إحنا شايفين كده. طيب أنا هاجي أقف على المربع الأزرق اللي هنا، هنا ظهر لي أوامر اختار منهم الامر اللي انا عايزه استخدمه. اول امر عندي اللي هو ستريتش. ستريتش ده خاص بالخطوط بتاعت الدايمنشن، يعني لو جيت كده ودوست على ستريتش، انا عايزه اعمل ستريتش لفوق او لتحت زي ما انا عايزه، اهو شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ممكن ان انا اعمل ستريتش كده. طيب لو وقفت تاني كده وقلت له ستريتش وقلت له كوبي، انا عايزه منه كوبي، عايزه احتفظ باللي موجود واعمل منه كوبي. طيب هقول له سي من الكيبورد وادوس كده، عمل لي منه كوبي، ممكن ان انا انزله بالشكل اللي احنا شايفينه ده وادوس انتر. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل استرتش. طيب هنقول له اندو، وهاجي احدد تاني الدايمنشن واقف على المربع ده واقول له هنا كونتينيو دايمنشن. انا مثلا عايزه اعمل ريكتانجل تاني بالشكل ده كده، تمام، وعايزه اعمل كونتينيو دايمنشن، فهاجي ادوس كده واقف زي ما احنا اتعلمنا واقول له كونتينيو دايمنشن، اهو شايفين شغال معايا زي ما احنا شايفين كده. طيب هاجي اقول له اندو ونيجي نقف تاني عليها ونقف على المربع الأزرق ده، وبعدين أقول له بيز لاين دايمنشن، أهو أنا عايزة الدايمنشن يبتدي لي من هنا، إحنا شايفين كده أهو بيوصل لحد هنا، هو ده البيز دايمنشن. نفس الكلام لو أنا عايزة أكمل، يبقى ابتدي من أول نقطة وبيكمل معايا بالشكل ده كده، يبقى ده البيز لاين دايمنشن. طيب لو جينا قلنا له أندو، وعايزة بقى أعمل فليب للأرو ده، بدوس عليه كده بعدين بقف واقول له فليب ارم، شايفين عمل لي ايه؟ قلب السهم بالشكل ده. نفس الكلام هنا اهو فليب ارم، عمل لي زي ما شايفين، خلى السهم لبره مش لجوه. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نعدل على الدايمنشن، بنعمل فليب للارم، بنعمل كونتينيو دايمنشن، بنعمل بيز لاين دايمنشن، وبنعمل استرتش. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.